ونرحب طبعا بضيفنا زايد الصالح. اهلا وسهلا. اول شيء شكرا كثير الشكر. شكرا علي، شكرا لاختي الغاليه، طبعا ما قصرتوا، كل عام وانتم بخير. كل عام والامه الاسلاميه بالف الف خير، وشعبنا ووطننا بالف خير يا رب. اقول اغنيه اي روح طبعا روح الاغاني. طبعا هذه الاغنيه الجديده، انا ونايف المميز من الحان نايف. تبي تلعب في الغرام، تبيها بس قصات كلام، تبي تكون عند البشر منك ضعيف والله حرام. تبي تلعب في الغرام، تبيها بس قصات كلام، تبي تكون عند البشر منك ضعيف والله حرام. الباقي على اليوتيوب ما اقدر اقول لكم. هذه حسب الحمد لله جدا جميل مع الاهل والوالدة الله يعطيها الصحه والعافيه ويطول بعمرها. تحيه لامك كل الامهات. امين يا رب. والله يا علي قسم بالله توهم اتصلها، وينك وصلت؟ ما وصلت؟ هي والله وصلت. الله انا مع اخي يعني. الحمد لله يا عمري يكفي دعويها يعني، فهذا الحمد لله. يلا لك الحمد، توفيق طيب من الله سبحانه وتعالى. وش اخبار الغيبوبه الجماعيه؟ من اي ناحيه؟ الغيبوبه اللي تجي وقت الظهر علي. صاحي لا اله الا الله. والله لا اله الا الله. ما شاء الله تبارك الله. لا دائما هو في لخبطه اول يوم في العيد بس طبيعي. بعدين تزين الامور بالضبط. والله لا شوف يعني النوم متلخبط شوي يعني، بين ساعه ها نم شوي واصحى نم واصحى نم يعني متلخبط. وشاغل فكري بيني وبينك يعني البرنامج لا تاخر. لا تتاخر لازم. والله لازمك. يعني الواحد يتاخر عند علي ويله ترى خلاص. طيب زايد سمعنا شيء على ذوقك. نقول موجوع قلبي يلا. موجوع قلبي والتعب بيا من أباوة على عالي ينكسر قلبي علي. موجوع قلبي والتعب بيا من أباوة على روحي ينكسر قلبي عليا. الله يبعد عن المتابعين كل الوجع. والله سامحوني والله. الله يسعدك يا رب. وش فعالياتك اللي انت مجهزها في العيد بعد العيد؟ بكره ان شاء الله راح نكون في مصر باذن واحد احد. بعدها ان شاء الله راح نكون في ينبع. بعدها راح نكون في جدة إن شاء الله. ما شاء الله مصر ينبع. ما شو نسوي؟ هي الترفيه ما شاء الله تبارك الله ما قصرت. حلو. أي. في حفلات يعني داخل السعودية يعني. فعلًا. أي. يعني الحمد لله وفرت أشياء كثيرة لنا. ما شاء الله. وما قصرت معانا خاصة في الرياض في جدة في المملكة بشكل عام. فالحمد لله. زايد أنت معروف بأغنية يا ندمانة. هل أنت طلعت منها ولا ما زلت باقي عندها والناس حبتك فيها أكثر؟ هي في غير يا ندمانة أكيد يعني كثير. يعني خلنا نقول مثلا زايد طلع من ضميتها، مثلا زايد طلع مثلا من عاش عاش، في غير يا ندمانة كثير. أوكي. بس الجمهور عرف زايد أنه بيا ندمانة لأنه صحيح. أبهرت العالم. صحيح. والغنية حلوة. صح. من الحان طبعا الجميل خالد النادر الله يعطيه الصحة والعافية. نوجه له تحية طبعا. ففي أعمال إن شاء الله، والعمل هذا اللي نازل مع نايف، وفي أعمال إن شاء الله مع خالد، وفي أعمال إن شاء الله مع إبراهيم، وفي أعمال مع فنانين كثير إن شاء الله. والله يوفقنا يلا إن شاء الله. طيب نبي شيء حصري بعد. صح. يلا زايد. والله هذه حصري العيد. أنتوا جايبين عرض اليوم ما شاء الله. إيه ما خليك من العرضة. خليك من العرضة. يا أخي ودروا عندهم. شيء حصري. بس ننوه المشاهدين يا جماعة الخير، في الرياض في هدايا لتذاكر سفر، في هدايا عطور، في هدايا ساعات، مجمل الهدايا متنوعة. زيادة عليها عندنا فقرات متنوعة في الرياض بارك، وزيادة عليها عندنا عرضة، وزيادة عليها نبي ناخذ الحصري نبي ناخذ. يلا والله قاعد. لا تصرف الموضوع. لا تصرف. يا زمن. على صوت حلو. أوجه ألف تحية لأخوي متعب السالم عازف جاي معاي اليوم، فكنت أتمنى أنه يعزف معاي اليوم بس الجايات إن شاء الله أكثر. خلنا نقول ما أبيهم دقيقة. يلا. ما أبيهم ما أبي غيرك أحد،
عن جميع الناس يغنيني غلط، انت داري اني اعطيتك وعد اني لاخر يوم في عمري معك، اني في اخر يوم في عمري معك.